فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما علاج الرياء في الصلاة وغيرها؟ وما الفرق بين الرياء والسمعة؟ وأيهما أشد إثما؟ علاج الرياء بالإخلاص، تعالجه بالإخلاص لله، فإذا حصل لك شيء تبادر بالرجوع والإخلاص لله عز وجل وطرد الرياء، ألا يضرك إذا طردته وأخلصت لله عز وجل. ولا فرق بين الرياء والسمعة، إلا أن الرياء لما يرى والسمعة لما يسمع من الأقوال. نعم.